نعود إلى الكرة العالمية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدمة للبرازيل، نيمار خارج كوبا 2024 رسميا. أكد رودريغو لاسامار طبيب البرازيل أن نيمار الجناح للسيليساو لن يلحق بمسابقة كوبا أمريكا 2024 بعد إصابة رفقة يعني راقصي سامبا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026. وقد خضع هداف البرازيل لجراحة الشهر الماضي بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى في أكتوبر الماضي. يحتاج نيمار اللي في عمره 31 عاما إلى 9 أشهر على الأقل كي يتعافى تماما من هذه الإصابة والتي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم. وفقا ما أفاد طبيب برازيلي، ما يعني تأكد غيابه عن كوبا أمريكا 2024. وقال لاسما لإذاعة 98 البرازيلية: نيمار لن يكون لديه الوقت للمشاركة في كوبا أمريكا، الوقت لا يزال مبكرا جدا. وأضاف: لا فائدة من حرق المراحل والتسرع في إعادته للوقوف على يعني قدميه قبل الوقت اللازم والمجازفة الغير ضرورية. أكد أيضا طبيب برازيلي: نحن نتوقع أن يكون نيمار مستعدا للعودة في بداية التقويم الأوروبي لعام 2024. وعانى نيمار من شبح الإصابات خلال مشواره، حيث سبق أن أصيب في مونديال قطر 2022 أمام صربيا، كما تعرض لعدة إصابات خلال فترة لعبه مع باريس أيضا، واضطر للخضوع لعملية جراحية في 2018 على مستوى القدم أبعدت عدة أشهر عن الملاعب، كما أصيب في الكاحل بداية هذا العام وغاب لمدة أيضا 6 أشهر. ومن المقرر إقامة بطولة كوبا أمريكا في الفترة بين 20 يونيو حتى 14 يوليو من العام الجديد في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 6 منتخبات من اتحاد الكونغ كاف. يذكر أن تلك النسخة من كوبا أمريكا هي الثانية من نوعها التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية بعد النسخة 16 والتي توج بها منتخب تشيلي آنذاك. أعطونا رأيكم بالموضوع، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، دائما نكون معكم مزيد من الأخبار.